اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن شريف، كنا بنتكلم عن المواهب الموجوده في 2005، خاصه انت السنه دي، يعني مش عارف هل انت سعيد ولا لا ان البطوله هتبقى منطقه وبعد كده قطاعات، يعني البطوله مش جمهوريه، لكن الاستعداد اكيد هيكون استعداد قوي برضو، الاعداد للفريق اعداد قوي. طمنا بشكل عام عن المواهب الموجوده في فريق 2005. لا انا كان نفسي طبعا 2005 يبقوا جمهوريه، لان هم عندهم كاس عالم وعندهم اولمبياد، فطبيعي كان اتحاد الكوره لازم يبقى لهم دوري. بس طبعا هو خلاص، طب ممكن عشان موضوع الكورونا عشان الفرق كلها ما تبقاش ليها جمهوريه، لان كله ليه جمهوريه. يمكن الحمد لله، يمكن انا مبسوط برضو لان هتبقى منافسه قويه جدا، انت هتلعب المنطقه ومن المنطقه هتلعب على القطاعات. هتاخد فرق قويه جدا هتلعبها، اول وثاني واحتمال ثالث من كل مجموعه، منطقه القاهره ومنطقه الجيزه، وهنصفي. هتبقى منافسه قويه جدا، انا شايفه احتكاك قوي جدا. ويمكن الحمد لله، يمكن الفرقه عندي مميزه ان شاء الله، يمكن اوعد الناس كلها ان هيبقى في دعم قوي ان شاء الله للفريق الاول باذن الله خلال سنه او اتنين بالكتير، عنصر او اتنين او ثلاثه ويمكن اكتر من الفريق عندي هيطلعوا فوق ان شاء الله. يمكن عندي من اللعيبه المميزه عندي يوسف عفيفي كابتن الفرقه، لعيب مميز جدا. فارس لعيب مميز جدا. سيف الطيب سترايكر، لعيب متحرك وهايل وهداف، واحمد فكري ويحيى، وفي احمد عزت جناح، في سيف ايمن جناح، في محمد محمود وسامح، كل دول بيلعبوا على الاطراف، لعيبه على اعلى مستوى. انا بكلمك في اتنين شول واتنين برجليهم اليمين وبيلعبهم على عكس. تخمه من المواهب عندي الحمد لله، يمكن كل مكان عندي البديل بتاعه نفس الكفاءه. يمكن انا دايما بقول لهم يا اولاد انا ما عنديش البديل، انا ما عنديش حاجه اسمها بديل، انتوا كلكم بالنسبه لي اساسيين. والحمد لله دايما هم ما فيش حاجه اعمل تكتيك لمجموعه ومجموعه، لا كلهم لازم يتنفذ لهم التكتيك واحد. كويس الحمد لله. يعني كان في كمان في قلب الملعب عندك يوسف عبد الحفيظ، وعندك يحيى، وعندك وحيد، احمد وحيد، وفي المناسبه طبعا بنقول له البقاء لله، في والده توفى الاسبوع اللي فات احمد وحيد، وننعيه ونقول له البقاء لله وحيد، وربنا يجعلها اخر الاحزان، لان هو فعلا يعني ولد معانا، ونتمنى له ان شاء الله ان هو يعدي المرحله دي على خير، ان هو واحنا بنعزي طبعا احمد وحيد. احمد وحيد يعني. وفي حازم طبعا حارس المرمى، ومحمد مختار، وعندنا الاثنين الناس اللي بتلعب في ظهر الملعب، معتز وبستانجي، وما تتخضش من اسم بستانجي ده. لا خباك، هو سيرد باك. هو سيرد باك يعني كل الاسماء اللي انت بتقولها دي انا اتذكر منها لعيبه يعني كويسه. ايوه اسامه سيف الطيب، سيف ايمن، يوسف عفيفي، بستانجي، فارس، يعني خلاص حفظت فرقه 2005. محمد عبد الله، طبعا لعيب كويس جدا. وعندك فوزي باك شمال، ويوسف جمال باك يمين، لعيب على اعلى مستوى، وعمر خالد. شايفك في لقطات بتنزل معاهم التمرين. لا انا على طول بلعب، محافظ على الفورمه بتاعتك. انا بنزل وبضرب، بس للاسف حصل لي حادثه من كام يوم، ضربوني ولاد لذينه في التمرين. لا انا بتعامل معاهم كاخ اكبر عمري، ما بحبش اعمل فارق بيني وبينهم خالص. الحمد لله في صله بينهم. كنت بص عندي على الانستجرام هتلاقيني عامل ستوري النهارده ليهم كلهم. الفرقه اللي بتكسب لازم ليهم ستوري معايا دايما على طول. ويمكن دي دايما الروح اللي بينا، احنا كلنا اخوات يعني.